نناقش كل ما ورد فيه خصوصا فيما يتعلق بمنطقتنا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. من رام الله ينضم إلينا الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت، أهلا بك معنا على شاشة الغد. بادئا ذي بدء، هل يستحق بايدن كل هذا التصفيق بالفعل؟ صباح الخير وتحياتي لكم. للأسف يعني بايدن مرة أخرى خيب الأمال ولم يحمل أي بشرى للجوعى والمحاصرين والذين يقتلون، الأبرياء الذين يقتلون من أطفال ونساء في غزة. هو عاد وكرر ما قاله طوال هذه الحرب، هو أكد ما أظهر انحيازه الدائم وشراكته في هذه الحرب عندما جاء إلى إسرائيل وكان جزء من الكابينيت الذي اتخذ قرار هذه الحرب ودعمها بالسلاح. 100 صفقة سلاح فقط كشف عنها بالأمس خلال هذه الحرب، لم يطلع الكونغرس عليها، هذا بالإضافة إلى منع 3 مرات صدور قرار في مجلس الأمن، بالإضافة إلى كل السجل الحافل بدعم إسرائيل والذي يتباهى به. كنا نتوقع من بايدن في خطاب مفصلي في مرحلة مفصلية كهذه وهو على وجه انتخابات أن يكون أكثر قربا من الحقيقة، أو على الأقل أن يحاول أن يقترب من الحقيقة. حماس هو يذكر ويحملها مسؤولية الحرب، وهي كانت محاصرة وهي تمثل جزء من نسيج فلسطيني يقاوم الاحتلال ويقاوم الهيمنة الإسرائيلية ويقاوم إنكار حقوق شعبنا وانتهاك مقدساته وأسراه والتنكيل بهم وكل السجل الحافل في الانتهاكات الإسرائيلية. هو تحدث عن حل الدولتين بصيغة عمومية، تحدث عن الحرب وكأنها مبنية المجهول وقتل المدنيين وكأنه يعني هذا قضاء وقدر. لم يحمل إسرائيل المسؤولية بشكل مباشر عن قتل الآلاف الذين ذكرهم في خطابه، تحدث عن المساعدات والميناء وكأن هذا يعني وعلى أهميته طبعا، ونحن لا ننكر أهمية المساعدات الإنسانية وتدفقها وضرورة وصولها إلى الناس، ولكن هذا ليس هو الحل للمأساة التي يعيشها القطاع ويعيشها شعبنا. وحديثه عن حل الدولتين كان حديث عام جدا، تحدثوا في 2020 في الانتخابات السابقة وكان يعني وعد نفس الوعود، ولكن التزامه تجاه إسرائيل هو الذي كان واضح وقاطع ولا لبس فيه. لذلك يعني أنا أرى أن هذا خطاب مخيب للأمال، لا بشرى فيه للمحاصرين والجوعى والذين يعيشون تحت الركام والقصف في غزة بأنه سيعمل على إنهاء هذه الحرب. الشروط التي وضعها يعني إسرائيل، لو رئيس المعارضة ربما يتحدث أفضل مما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعني يريد استسلام حماس، إلقاءها للسلاح، لا يعطي أي مسؤولية على إسرائيل في وقف هذه الحرب، لا يضع أي شروط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب. طوال الفترة الماضية منذ بداية هذه الحرب ومنذ أن بدأنا نرى احتجاجات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى داخل الإدارة الأمريكية نفسها، إدارة جو بايدن، كنا نقول بأن هناك تغيير في الموقف الأمريكي تجاه هذه الحرب. هل كنا نمني أنفسنا بالفعل؟ يعني هل بدا لك هناك تغيير في خطاب ومواقف بايدن؟ هل سوف يكون هناك تغيير بعد هذا الخطاب؟ أم كنا نمني أنفسنا بالسراب؟ لا، هو حقيقة هناك تغيير لدى الديمقراطيين الشباب، الجيل الجديد، لدى التيار الليبراليين واليساريين بين قوسين أو التقدميين بالأحرى وبشكل أدق في الحزب الديمقراطي، هناك تغيير وهناك مواقف داعمة وهناك اعتراض حتى داخل الإدارة الأمريكية، لكن لم يصل هذا التغيير إلى مستوى أن يؤثر على القرار وأن يعني يحرفوا باتجاه أكثر توازن في النظر إلى القضية الفلسطينية. هذا أولا. ثانيا، الرئيس بايدن سجله معروف، تاريخه منذ أن زار جولدا مائير ومن السبعينات وهو يعتز أنه أكثر رئيس أمريكي وأكثر عضو كونغرس أمريكي وأكثر يعني عضو إدارة أمريكية كان داعم لإسرائيل ويقف إلى جانب إسرائيل. الذي قام به بعد 7 أكتوبر بايدن حتى اليوم يذكرونه، بالأمس كان اجتماع أو مؤتمر مجلس أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي وهو مؤتمر ضخم ويشارك فيه كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، أشادوا جدا بخطوات بايدن وبموقفه وبإرساله حاملات الطائرات وبإرساله الغواصات النووية وبقدومه إلى إسرائيل وإلقاء خطاب. يعني هو فعلا منحاز بشكل مطلق لإسرائيل ولا ينوي كما يتضح من هذا الخطاب أن يغير من هذا النهج، ولا نعتقد أن هناك
سيكون تغيير كبير في السياسة الأمريكية رغم الحراك الذي يحدث. هذا الحراك مهم لكن لم يصل إلى مستوى يتحول إلى عامل تغيير. ولما هذا ربما في يحتاج رأيك إلى وقت. سيد عصمت، الوقت فقط هو ما نحتاجه؟ هو ضعيف أولا ولا زال في بداياته، والحرب جاءت ربما لتبرز أكثر، ولكن هو تحت السطح كان يعمل باستمرار. لكن هو يحتاج كما فعلا يعني إشارتك مهمة، ليس فقط إلى الوقت، هو لو كان هناك ضغط على الولايات المتحدة وعلى مصالحها وعلى دورها في المنطقة من الدول العربية من الشعوب العربية من الفلسطينيين أنفسهم، ربما لساعد هذا الأمر على يعني هذا التيار على أن يتقدم أكثر وأن يؤثر في السياسة الأمريكية أكثر. ولكن عندما يرى بايدن أنه رغم كل شيء لا تتأثر مصالح بلاده ولا تتأثر حظوظها في المنطقة ودورها، هو يعني عمليا لا يجد نفسه مضطر إلى تغيير هذه السياسة، خاصة لديه التزام عميق شخصي هو شخصيا لدى إسرائيل، وخاصة إسرائيل حليفة الولايات المتحدة. وأيضا دعنا لا ننسى هذه المعارضة الداخلية لدى الديمقراطيين وأيضا لدى الجمهور الأمريكي، هي يعني عمليا تواجه إدارات أمريكية ووقف أمريكية في فترة حساسة وصعبة. مشاهد 7 أكتوبر التي أعاد إنتاج الكذب الذي يعني بنيت عليه بعض مقاطعها والصور فيها، يعني هو عاد وكرر الاتهامات التي فعلا ثبت بالوجه القاطع أنها غير صحيحة، والتي استخدمت في بداية الحرب للتهويل وليعني جعل العالم يؤيد إسرائيل في كل ما تفعله ويسكت أي نقد يمكن أن يوجهه إسرائيل، هو عاد وتأكيدها. أيضا هذا ربما يجعل من الصعب على المعارضين للسياسة الأمريكية أن يؤثروا بشكل كبير. ولكن بايدن للأسف الشديد يعني لم يجد معارضة قوية لدى الدول العربية ولدى دول المنطقة كي تدفعه إلى إعادة النظر في مواقفه. لو كان هناك تهديد لمصالح الولايات المتحدة وضغط عليها، وفعلا شعر الأمريكان أنه مصالحهم، ولاحظوا أن الجزء الأول من الخطاب ربما 80% من الخطاب هو كله عن الوضع الداخلي والوضع الاقتصادي. أوكرانيا طبعا أعطاها حصة الأسد، لكن الوضع الداخلي والوضع الاقتصادي أيضا يعني لو كان يعني هو الذي يشغل المواطن الأمريكي في الانتخابات وربما الأولوية رقم واحد. ولذلك كان يمكن للسياسة الدول العربية أن تؤثر على الوضع الأمريكي الداخلي والاقتصادي وأن يعني تؤثر على مصالحها، كان هذا سيفيدنا بشكل كبير. وعندما قال بايدن بأن من حق إسرائيل أن تلاحق حماس، هل يفهم من هذا بأنه ضوء أمريكي أخضر لاجتياح رفح مثل ما تريد إسرائيل؟ نعم نعم نعم، هذا خطاب يعني بمعنى خطاب رسمي والعالم كله يتابعه، لن يفصل فيه بالأسماء، ولكن هذه إشارة أمام العالم أنه هو يعطي الضوء الأخضر. وما كشف من زيارة جانس إلى الولايات المتحدة أنه أفهم جانس الذي يعني ينظر البعض له على أنه ربما يختلف عن نتنياهو في بعض القضايا، لكن في مسألة الحرب هو يتماهى تماما مع نتنياهو. جانس أفهم الأمريكان وهم أيقنوا وسلموا أن مسألة اجتياح رفح مسألة حتمية ولا عودة عنها، هكذا أدرك الأمريكان أو حاول جانس أن يوصلهم. ولكن كان هناك مطالب أمريكية لها علاقة بإخلاء وإجلاء السكان وضمان يعني ممرات إنسانية وغيرها من الاشتراطات التي تضعها الولايات المتحدة، وسبق أن وضعتها في رفح وضعتها في الشمال ولم تلتزم بها إسرائيل ولا تشكل أي شيء بالنسبة للمدنيين من حيث الحماية. لذلك واضح أنه يعني بايدن لا زال يدعم هذه الحرب ولا زال يعطي أخضر لإسرائيل الاستمرار بها إلى نهايتها، وهو لم يضع أي قيد على إسرائيل في هذا الخطاب سوى ما تحدث عنه بعموميات وبكلمات عابرة عن المساعدات وعن المدنيين. ولاحظ أنه يبني كلامه على المجهول، يقول الآلاف الذين قتلوا في هذه الحرب، يعني لماذا لا يقول إسرائيل الذين قتلتهم إسرائيل والذين قصفتهم إسرائيل؟ للأسف يعني واضح أنه هذا مخيب للأمان.